طبعا كلام من نجومنا الكبار بيعبر عن حالة الحزن. يعني احنا فرحانين بفرقتنا، ولكن كنا يعني في مقولة بتقول لك ايه، الكرة احيانا لا تعطيك ما تستحق، ولكن اكيد في اسباب، اكيد في اسباب لكده. عشان كده احنا بنبحث عن الاسباب، عشان احنا عايزين التطوير، عايزين نبقى الاحسن. عشان كده احنا زعلانين ان احنا كانت قريبة مننا ومرة واحدة أو في وقت ضيق جدا أو في وقت بسيط جدا ضاعت مننا. أكيد مستر كولر والجهاز الفني هيبحثوا عن الأسباب، أكيد هيستفادوا من البطولة ككل، السلبيات والإيجابيات. هو ده النادي الأهلي، هو ده الجهاز الفني، هي دي المنظومة، حتى لعيبة النادي الأهلي نفسهم لعيبة كبار هيستفادوا من الأخطاء، هيشوفوا إيه الأخطاء اللي وقعوا فيها، طب إيه اللي غير مجريات المباراة كده، طب إيه التحول اللي حصل في بعض المباريات، تكون أنت راكب ومقرب قوي وبعدين مرة واحدة يحصل سيناريو عجيب في المباراة يؤدي إلى خسارتك. كلنا ثقة وكلنا فخر بانتمائنا للنادي الأهلي، وكلنا فخورين بلاعبتنا. في أخطاء هتتعالج الأخطاء، ونتمنى إن القادم بيبقى أفضل إن شاء الله.